بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبابكم عشرة في حلقة جديدة وجميلة من رحيق الأمكنة. رحيق الأمكنة بيطوف دائما ما بين الحلال وما بين الفرقان وما بين المدن والعواصم الجميلة في كل السودان، ودائما بنلقى علاقات ممتدة وعلاقات بتجعل كل أبناء السودان مع بعض بتواصل وبتوادد وبتراحم كبير. سعيدة أنه نكون في منطقة ممكن تكون مساحتها ما كبيرة لكن تاريخها عريق يرجع لأكثر من 700 سنة. مكان قدر يحقق الروابط الاجتماعية اللي احنا تكلمنا عنها، وقدر فعلا انه يجمع كل العادات الجميلة والأصالة والعراقة ما بين كل بيت وبيت ثاني. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من الخرطوم، وهذه المرة اهلا ومرحبا بالجميع من ود العقلي. تفضلوا معنا. نبدأ معكم مشاهدينا حلقتنا من ود العقلي، وباعتبار المنطقة اللي دائما بنلقى فيها تاريخ، والتاريخ لما يكون عريق بيرجع لأكثر من 700 سنة. بالتأكيد في كثير من القصص والحكاوى والروايات، وبالتأكيد المكان ذات نفسه من اسمه ومن جغرافيته استمد كل الأصالة والعراقة. سعيدة نبدأ بموضوع هذه الحلقة بود العقلي كمكان، من وين جاء المسمى وإحنا موجودين ذاتنا وين، الحدود الجغرافية للمنطقة، هل كان وضع العقل في مكانه ده ولا كان في مكان تاني مع واحد من أبناء هذه المنطقة. أنا يسعدني جدا إنه هو يكون من قبيلة الإعلاميين ويكون أستاذ من الأساتذة الذين عملوا في المجال الإذاعي وفي مجال المسرح وفي مجال الكتابة السيناريو وفي مجالات مختلفة إبداعية، بالتأكيد له اسم يعرفه الكثير من أبناء جيله، وإحنا سعيدين كجيل أيضا أن نلتقي به ونسعد إن شاء الله بهذه الفقرة معه. أهلا ومرحبا بأستاذ محمد عبد الرحمن. أهلا بك، شكرا لكم وشكرا لبرنامج رحيق الأمكنة وقناة الشروق، وشكرا للأخوة اللي تعبوا معانا وجونا وليلة حاولوا يوثقوا لنا. احنا سعيدين للأستاذة مقدمة البرنامج. الله يكرمك ويسعدك، ونسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم لما يرضي ذوق المستمع والمشاهد ان شاء الله. شفتوا المستمع والمشاهد ناس الاذاعه عصبيه للاذاعه. اهلا بك والله يا استاذ محمد. في الاول ممكن نتكلم عن ود العقلي كاسم، من هو ود العقلي؟ ود العقلي طبعا اسم منسوب لواحد من ابناء العقليين الذين سبقوا الى هذه المنطقه وهم كثر يعني. ويعني المنطقة أسست على أساس كل السكان فيها في المنطقة دي كانوا عقليين، فسميت ود العقلي بحدود المعروفة، وسبقوا الناس في وجودهم هنا. وطبعا مقابرهم دي مقابر أثرية يعني. نعم نعم. عمرها أكثر من 700 سنة تقريبا. نعم. ودلالة على إنه الناس دي سبقوا وعندهم سبق كل الأراضي البحرية من منطقتنا نحن فيها دي حتى مشارف ترعة البجة. كل السواقي البحرية أم قريف كلها مسجلة على أسماء العقليين، والجزيرتين موجودات أم عقارب والسعيفة الاثنين على هنا. الجزء الشرقي من مشرع ود الحفلي مسجل على العقليين وهكذا. ثانيا من المنطقة دي شرقا بتلقي مرعى وتحطيب العقليين حتى الآن مسجل في المساحة السودانية بصورة رسمية منذ جاءت التسجيلات في 1905. جميل. وتلقي مربوع العقليين من المنطقة دي حتى مشارف سوبا برضو مسجل باسم العقليين وأراضيهم كلها فيه موجودين. مشروع مربوع طيبة أيضا، العقليين لهم فيه أراضي كثيرة يعني. والعقليين عايشوا بعض القبائل هنا، العقليين موجودين هنا ديل وموجودين في 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 في, في مناطق كثيرة بالسودان. لأن العقلين أساسا منذ أن تعتبر قبيلة منتشرة في كل العالم العربي والإسلامي، ولكن عندما دخلوا في 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 في, في السودان دخلوا عن طريق النيل الأزرق. هم من وين أصلا يا أستاذ؟ الجزيرة العربية. من الجزيرة العربية. ويمكن دي قبيلة الرشايدة والعقلين وكنانة، دي قبائل احتفظ بأسماء في المدينة في الحجاز. نفس الاسم القديم محتفظين به حتى الآن يعني. ولما دخل جدهم السودان في النيل الأزرق تزوج من رفاع الهوي
أسرة الشيخ العراطي. نعم. وأنجب العقليين فتفرعوا في أنحاء السودان المختلفة، فيهم من في غرب السودان الرديقات والمعاقلة والمعالي وكلهم، ومنهم في منطقة النيل الأزرق حتى الآن، ومنطقة القضارف ومنطقة الفاو، ومنهم العقليين الموجودون هنا ديل، يعني ديل ناس الخرطوم ديل أكثر من 700 سنة. يعني اللي هي البداية من هنا، بدايتهم كان من هنا وانتشروا في، لا بدايتهم في نهر الأزرق، لكن دي المجموعة جات هنا. أيوة. المجموعة جات هنا. أيوة. قديمة جدا. أيوة أيوة أيوة. وتواجدت هنا وتزاوجت مع قبائل العوامرة وتزاوج بصورة أكثر، ثم الجموعية، ثم بقية القبائل الموجودة في المنطقة يعني. جميل. والعقليين الموجودين هنا ديل هسه عندهم اصول في شمال الجزيره، لانهم بعد شويه جبرتهم سبل كسب العيش، لانهم هم رعاه بجانب عملهم في النيل الزراعه وصيد الاسماك كذا، كانوا رعاه. فانتشروا في الجزيره، اسسوا منطقه في شمال الجزيره وشمال غرب الجزيره، الان في 11 قريه. ما شاء الله. ثم نزحوا الى منطقه وسط الجزيره، ثم الى جنوب الجزيره حتى منطقه غرب سنار، وما زال في مجموعات منهم موجوده هناك. وبدوا يعني الان يمكن بعد ما اسسوا مشروع الجزيره في القسم الشمالي والشمال الغربي منذ سنه 30 في القرن السابق، بدوا يعودوا ثاني لاراضيهم جديد. وهنا ما في زول بيشتري له قطعه ارض، الاراضي حقتهم. ايوه. بيجي اي زول يطلع سجله ويقعد مع الناس هنا ويأسس. والمساحات نفسها كبيره، مساحات كبيرة. كبيره هنا في 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 ود العقلي اللي نحن الان فيها. ايوه. في ام عشر العقليين، في فتيحة العقليين، في غريب العقليين، في ام حراز العقليين، في طيب الحسنات، في ال ابو كساوي. وفي اللدية فيها أبو كساوي أيضا، وغرى مختلفة في المنطقة هنا دي يشكلوا قبيلة العقليين هنا. بل يعني كان عندهم أثر في أهلنا المحس، يمكن ثلاثة من عمد المحس اللي كانوا موجودين على الخرطوم جداتهم عقليات. العمدة كرم الله والعمدة المرضي والعمدة حسين في بري، دي كلهم ينتسبوا لأهلنا هنا. طبعا أستاذ محمد، بما أنه إحنا بنتكلم عن يعني قبيلة من قبائل السودان، وكما هو حال كل القبائل الموجودة اللي هي نعم. دائما بتسكن محاذاة النيل. نعم. وبيكون في القدم كان حتى في جزيرتين بنلقى دائما، يعني بنلقى نعم. في جزيرة نعم. للسكن وجزيرة للزراعة نعم. وللمرعى وكذا. نعم. هل حال يعني وضع العقل كان برضو كده؟ لأنه كمان إحنا بنتكلم عن أنتم جنب النيل يعني، والنيل ده فيه الفيضان، وفيه هو المرات بيكون في زيادات، مرات بيكون في جزر بتكون مغمورة أو بتكون لا زالت موجودة، فكلمنا عن التاريخ القديم وكلمنا عن التاريخ الحديث بالنسبة للنيل. حاليا الناس كانوا بيسكنوا في مجموعات حول أراضيهم منذ وجودهم هنا على النيل، وسموها البرك وقتئذ. كل الناس عندهم بركة في حي، ودي عبارة عن فريق صغير. أيوة. والناس كان عندهم النيل ده كما يحدثونا عبارة عن ميدان بيقطعوه، بيعوموا في أي لحظة بيقطعوه، بيغادي يحضروا اللعبة والصفقة أو يحضروا فنان بغادي في 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 اللعبه والصفقه دي بالحفله مع الجمعيه، ويجوا راجعين. كانوا تماسيح يعني، مع النيل ده تماسيح. وايضا كانت لهم يعني نشاط واسع في هذه المنطقه، ولكن نسبه زي ما قلت لك لانهم هم ناس رعاه وعندهم ثروه حيوانيه ضخمه جدا، خاصه في وقت كان التربية الضان الحر كان موجود في عند المسلمية والدباسيين والعقليين في قبائل الجزيرة دي، وكل واحدة عنده لون واحد. بالله. كل قبيلة عندها لون. أها. ألوانه كان شنو؟ كان لون العقليين أسود على أبيض. أها. سواد ولكن أكثر. الدباسيين بياضه أكثر. المسلمية أكثر بياضا وأقل سوادا. سبحان الله. دي أشهر أنواع سلالات الضان في منطقة الجزيرة عموما يعني. نعم نعم. الشرق برق او يسمون الضان الاشقر في الشرق شرق السودان، وهذا الضان في 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 البطانة الغربية برضه يختلف عن ده، لكن ده موضوع اخر صحيح اخر صحيح يعني صحيح يعني صحيح. هؤلاء الناس عندهم مناشط مختلفة جدا، وفيهم الشعراء وفيهم الادباء، ويكفي انهم هم من ارباب مدرسة المديح النبوي في السودان آل أبو كساوي. نعم نعم. آه. وعندنا جدا الشعوذة الجيد، يعني هسه بتقبض الريتم موجودة في في في, في عدد الناس الموجودين ديل هنا. جميل. ده رجل يعني صاحب يا صاحب النوق،
هاي قصيده مشهوره بيأداء عبد الشرف، وعبد الشرف من هذا المنطقه برضه هنا، كنا اتمنى كان يحضر يعني برضه. نعم يعني كل الناس بالتاكيد يعني. اكيد يعني خلينا نقول القبائل اللي بتكون موجوده في مكان، او خلينا نقول الاسره الواحده اللي عندها اسم واحد ويكون موجوده عاده ما يعني في القدم ما كان بتتداخل شديد مع باقي القبائل الاخرى، ما زي الحاله الان يعني خلاص الناس كلها بقت سوا. فهل كانت القبيله دي فعلا هي يعني مغلقه على نفسها نوعا ما كمحافظه؟ طبعا في الوقت ده احنا بنقول محافظه مجتمعيه ومحافظه اسريه، فكلمنا عن الشكل. والله نحن لانه اهلنا ذيك كانوا هالعلم، والعلم دائما بيكون سيد منفتح، وهم كانوا اساتذه علم يمشوا يعني. حتى جدنا ذاته مات في سنار، مات مدرس في سنار، وجدنا اللي بعده مات في قوس كبره مدرس. وعشان كذا نحن كنا منفتحين جدا على القبائل. نحن هسه بتلقى عدد كبير جدا من بيوت العقلين في الجمعيه، وعدد من بيوت الجمعيه في العقلين، وهكذا العوامره، وهكذا هن الحسانيه هنا، وبعض القبائل وحالنا الكراكله. يعني كل القبائل دي نحن هنا منتشرين فيها انتشار واسع جدا. جميل. نسب واسع جدا مع المحس والضناقله والشاقيه والرباطاب، وعندنا جسم كامل في العقلين هنا يسموهم على ينسبوا الى الوراريق يعني. وبرضه علماء يعني. نعم. وناس يعني جميل بجزء من القبيله. دخل السودان، السودان كله مع بعض، السودان. نعم. كله عباره. نعم. عن قبائل متصاهره مع بعض. نعم. البعض وتخرج. نعم. يعني اشكال ابداعيه خلينا نقول، وتركيبه مختلفه، تركيبه السودان اصلا مختلفه بطبع. نعم. استاذ محمد عبد الرحمن بالتاكيد كل التحايا والتقدير لك، يعني قدمت لنا شيء متميز عن تاريخ ود العقلي، وما ممكن نختم حلقتنا من غير ما نقوم نتكلم عنك يعني، ونجيب ولو ذكريات كده نستعيد ذكريات معك عن الإذاعة السودانية اللي أنت عملت فيها تقريبا من 67 لغاية سنة 70. في بعض الملامح اللي أنت أخذتها، فأنا عايزة كواحد من الأجيال اللي قدرت تشتغل أكثر من مهنة خلينا نقول، يعني في مجال الكتابة، في مجال السيناريو، في مجال المسرح، في مجال الإخراج الإذاعي، فياريت تكلمنا عن تجربتك دي. جزاك الله خير. أنا حقيقة يعني دي بتخليني لابد أقول لك عن، رغم إني ما كنت أخصص كلام لغرية واحدة من قرى العقلين لأن كلها مهمات، لكن أنا نشأت في غرية في الجزيرة. أنا عمري الآن أكثر من 70 سنة وأنا الجيل الرابع في التعليم النظامي. ما شاء الله. وهذه القرية 52 كان فيها مسرح على الكوارو. وكان فيها تقدم فيها المسرحيات، وكان يقدم فيها الفنون المختلفة. وفيها مكتبة تسيب الناس الكتب. أنا سنة 63 جاء التلفزيون السودان، فجانا فريق كورة لعب هناك، قمنا وعملنا له مسرحية اسمها الجبرة. حاجة منها بختروها. أيوه. تكلم عن التعليم. واحد من ناس التلفزيون زي ولدنا المخرج الموجود معانا شافنا احنا اثنين ممثلين، رشحنا الاثنين نجي نلحق هناك نتكلم معاه. انا التلفزيون في بدايته. ايوه. وفعلا مشيت انا ما مشيت الثاني. وانا طوالي مشيت قابلت الصالحين، وصالحين قام حولني للفك عبد الرحمن امتحني. سبحان الله. فجاز صوتي في اللغه العربيه وفي التمثيل الدارجي. عشان كده اشتغلت راوي ايضا. أيوة. في بعض بعدين يعني دخل انا في المسرح طوالي، اشتغلت في ستبقى فلسطين العربيه وظهور المهديه وبريت عبد القادر والصديق عن اكتوبر، واشتغلت مواسم مسرحيه ثلاثه كده من 65 ل 67. جميل. بعدها انا يعني يمكن ناس الاذاعه احتاجوا لي في بعض الشيء، قدموا وظائف كده بالوسطى، اشتغلت معهم بشهاده الوسطى. حتى الشهاده السودانيه قلت انا في الاذاعه. أيوة. لما نجحت في الشهاده السودانيه سنة 67 أنا موجود في الإذاعة. نعم. شغال. نعم. واستمرت معنا في الإذاعة، اشتغلت في المكتبة، اشتغلت في المكتبة الأوروبية، في مكتبة الصاون فيكسك، اشتغلت في الإخراج الإذاعي، وده كان مجالي الكبير يعني. بحكم إني أساسا ممثل. وتدربت مع إيهاب الأزهري من مصر، وتدربت مع محمود شعبان من مصر. وتدربت مع حسين ابو المكارم من مصر. بتاع ابناء اولاد حارتنا. وكان زميلي اللي ترشحنا انه نمشي نواصل دراستنا في مصر الاخ صلاح الدين الفاضل. نعم. لكن صلاح انجح مني وافضل، مشى خلاني. كلكم جيل متميز. انا بعدها حاولت بقيت معلم. نعم. لكن في بخت الروضه تخصصت في المسرح المدرسي. نعم برضه. ما فتت. ما فتت. هي كانت البدايه بها يعني كمسرحية. نعم. كانت في ود العقلي عن التعليم، وكان الانتهاء بالتعليم. نعم. فنحيي التعليم ونحييك واحد من المعلمين والأساتذة اللي قدمت حقيقة أدوار كبيرة في المنطقة وفي الإذاعة السودانية كل المجالات. شكرا جزيلا لك أستاذ. شكرا جزيلا. أشكركم على هذه السانحة
نسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله. يديك العافية أستاذ محمد الله يخليك. إذا نواصل مشاهدينا رحيلنا الجميل في وادى العقلي، خليكم معنا. بالتأكيد التعليم عنده أدوار كبيرة جدا وعظيمة جدا لتاريخ، بالتأكيد بيرجع لقريب 700 سنة، وبنقول إنه التعليم دائما اللي بيبدأ بالخلاوة وبيبدأ بالقرآن وتعليم العلوم الإسلامية بينتقل ويتمرحل مع الناس لغاية لما يصل مرحلة المدارس الآن اللي احنا موجودين فيها. دي أول مدرسة كانت في ود العقلي، سميت باسم المنطقة بمدرسة ود العقلي، وكانت فيها مراحل بالتأكيد مختلفة زي كثير من مراحل تنقلات المدارس في السودان، من مدرسة للأولاد وأصبحت مختلطة ومن ثم أصبحت للبنات. فهنتكلم عن المرحلة دي بواحد من أبناء هذه المنطقة وهو أول مدير لهذه المدرسة، الآن هو يعمل بإدارة التعليم بمحلية جبل أولياء في مجال التدريب. فأهلا ومرحبا بأستاذ صديق جبار عبد القادر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ألف مرحبا بكم في منطقتنا ود العقل. يعني أهلا ومرحبا بكم إن شاء الله. الله يخليك ويسلمك، يديك الصحة والعافية يا رب العالمين. سعيدين أن نلاقي دائما الريادة، يعني لما يكون في أستاذ هو عمل كمدير لأول مرة بالتأكيد طبعا دي حاجة مشرفة جدا، حاجة جميلة وبتلقاها طبعا في عيون الأطفال اللي احنا بنشوفهم ديك. خلينا نتكلم عن بداية المدرسة، كانت سنة كم وبدايتها كيف؟ الأساتذة كانوا موجودين، الطلاب نفسهم كان عددهم كبير ولا كان عددهم بسيط؟ فيا ريت تورينا، تفضل. هي بداية التعليم طبعا ممكن كان بداية تعليم قرآني بداوا جدنا إبراهيم الفكي العقلي، بداية التعليم. ومن ثم جاء التعليم الحديث، نحن بديناه عام 2000، أسس أول مدرسة وكانت مختلطة. أنا ذا كانت تسمى بمحافظة جبل أولياء. أيوه. وتبعية النيل الأبيض، اللي هو محلية النيل الأبيض. نعم. عام 2000، وكانت مدرسة مختلطة، أول مدرسة في المنطقة طبعًا. وكان لي شرف إنه أكون أول مدير بالنسبة لهذه المدرسة. وكان فيها ثلاثة فصول يعني، الأول والثاني والثالث. أيوه. طيب لغاية سنة 2000، أيوة. يعني 2000 نقول إنها قريبة. قريبة. التعليم هل كان يعني الناس كانت بتمشي في منطقة ثانية على أساس إنها برضو كانت تمشي المراحل الدراسية دي؟ نعم، ناس طبعًا عندنا أبناء عمومتنا في الكلاكل القبة والتريعة، دي أيوة. أقرب منطقة تبعد 500 متر مننا الآن، فيها مؤسسات تعليمية قديمة رائدة طبعًا. ومعظم الناس هن ممكن يدرسوا في هذه المناطق. ايوه طبعا، عندنا هن في الفتيح العقلين برضه ومعشر العقلين، دي كلها طبعا منافذ الجميله ومنافذ المنطقه يعني. ايوه. لكن المنطقه اصلا هي حرم جبانه اولاد العقل. ايوه صحيح. يعني جدا لما جاء اسسها هي مدينه قرانيه. نعم. حتى عدد السكان كان بسيط سنه 2000، ممكن الفصل بيكون فيه 7 و8. ايوه ما كان كثير. ما كان كثير. أيوة. ما في كثافه سكانيه. ايوه ايوه. لكن بعد 94 طبعا بدا التخطيط العمراني في المنطقه، وبدا الناس يجوا لاراضيهم ويسكنوا ويستقروا. من مضطرين نحن طبعا فتحنا هذه المدارس نستوعب اكبر عدد من جميع القبائل يعني، جميل ما عقليين بس يعني. اكيد اكيد طبعا. الان هي عباره عن السودان المصغر ود العقل. صحيح من حيث السحنات ومن حيث القبائل. ايوه. والتكوينات حال السودان كعام يعني، خلينا نقول لانه وصلنا الناس كلها مع بعض، خلاص بيبقوا جيران فبيبقوا اهل. تاكيد ما في شك. طيب احنا بدينا هنا من سنه 2000 وقلنا بانه المدرسه كانت مدرسه الاولاد، وبعد كده انتقلت بقت كانت مختلطه هي. كانت من البدايه كانت مختلطه. من البدايه مختلطه. ايوه بناتها. بعد كده بقت مدرسة بنات العقل. اي بعد شوية 2003 طوالي قلنا شنو عندنا مدرسين، مدرسة التريعة. ايوه التريعة البنين. طبعا تم ترحيل او ممكن استيعاب التلاميذ في مدرسة اللي تسمى مدرسة الشفيع. أيوة. اول من اسسها الاستاذ الشفيع محمد احمد عبد القادر، حتى سميت باسمه يعني باسم التريعة جنوب. أيوة. فاستوعب لنا الاولاد و والبنات صاروا موجودات، والى ان اكتملت اللوحه الرائعه دي. لا. والان يمكن يستوعب لحد الصف الثامن، وكانت رائده التعليم وممكن مدرسه متقدمه جدا برعايه الاستاذه وداد عبد الماجد، يمكن قابلتنا قبل شيء. اكيد طبعا هيكون لنا معاه حوار ان شاء الله. طيب يا ريت تدينا اسماء للاساتذه اللي كانوا موجودين في المنطقه من ابناء المنطقه او من يعني اساتذه من غيرهم، بس نتعرف عليهم ونعرف اسمائهم. وطبعا اول كان مدير للمؤسسه اللي هو انا شخصيا الضعيف الاستاذ صديق جبار عبد القادر، كنت مدير ومعي الاستاذه اميمه محمد احمد
دي كانت معي معلمه بحكم انه ثلاثه فصول. طبعا عندنا حاجه اسمها الحلقه الاولى والثانيه والسادسه في السلم التعليمي. وبعديها انا انتقل طبعا جات الاستاذه الله يرحمها توفت قبل فتره طبعا، وبعديها جات الاستاذه السعديه ومن ثم جات الاستاذه وداد. الاستاذه رغيده دي خلفتني انا طوالي ربنا يتقبلها يعني، كانت مديره لاول مدرسه بتاعت بنات. بعديها جات الاستاذه السعديه عبد اللطيف الان موجهه اللغه الانجليزيه بالمحليه، ومن ثم استلمت القياده الاستاذه وداد عبد الماجد الان هي ما زالت مديره لهذه المؤسسه، ومعها كوكبه من بنات المنطقه وبقيه المناطق الاخرى يعني. جميل جميل، احنا نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، ونتمنى للمدرسه دي انها تكون من المدارس الرائده باذن الله في مجال التفوق والنجاح الاكاديمي المبهر باذن الله في الايام القادمه باذن الله. يعطيك العافيه، مشكور جدا. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. نواصل رحيلنا مشاهدينا. نحن الان في مكان جميل ومكان خلاب حقيقه، يمكن كل الناس في الخرطوم بتجي للمكان ده على اساس انها ترتاح وانها تشوف مناظر طبيعيه وتستنشق هواء طبيعي، وما بين الخضره وما بين النيل وما بين الوجه الحسن في المنطقه. بالتاكيد احنا بنحييكم من اللي بيسمى في جوجل ايرث بمنتجع ود العقلي او الشاطئ او البحر زي ما بيقولوا ناس المنطقه. فانا سعيده انه نتكلم في الموضوع ده ونشوف تاثيره على ناس المنطقه، وبالتاكيد استقبالهم لكل السودان اللي بيجي برحلات بمناسباتهم في هذا المكان مع واحد من ابناء المنطقه وهو رئيس اللجنه الشعبيه بود العقلي. اهلا ومرحبا بشمهندس كمال بشير محمد بشير. وعليكم السلام استاذه ايمان بركيه ولا بقيه التيم، تيم قناه الشروق، تيم برنامج الاحياء الامكنه. اهلا وسهلا، نحييكم في ود العقل وحبابكم عاشر. الله يخليك، احنا كمان سعيدين انه نقابلكم حقيقه، ومشكورين على الاستقبال الجميل، ومشكورين على التنظيم اللي احنا شايفينه انتم بصراحه شغالين فيه. فيمكن اللجنه الشعبيه بتختلف عندكم هنا من باقي اللجان الشعبيه في اي مكان، لانه ده يعتبر مكان سياحي متنفس لناس المنطقه، والكلام ده من بدري يعني بتاريخ المنطقه، وبالتاكيد استقبال برضه للضيوف اللي بيكونوا موجودين. فكلمني شويه على اللجنه الشعبيه باختلافها بجمالها في ود العقلي. بارك الله فيك. ود العقلي بتمتد من الناحيه الشماليه بتحدنا اللي هو مربع 13 كريعه مربع 13، وجنوب مزرعه الشرطه الشعبيه ومزرعه النور المضوي. مسافة من ما بين المزرعة والمربع 13 قرابة الكيلو ونص. ومن الناحية الغربية زي ما شايفين بحدة شاطئ النيل الأبيض. ومن الناحية الشرقية مجموعة من الأحياء، حي الأنوار والروضة والوفا وحي جزء من حي الصفا. والأحياء دي كانت مزارع والآن بقت مشغولة بالسكان، وبقت امتداد تعتبر امتداد للمنطقه ككل. منطقه ود العقلي زي ما شايفين ده منتجع سياحي يعني عز نظيره في الخرطوم. ممكن في مناطق مشابهه له بسيطه هناك في الشجره شويه كده، وفي على منطقه الجبل. ايوه، فالمنتجع ده بالنسبه للمنطقه وبالنسبه للاحياء المجاوره وبالنسبه للسكان متنفس، وبيجوا ناس حتى من داخل الخرطوم في العطلات الرسميه ويوم الجمعه والسبت والاعياد. ود العقل زي ما شايفين أسل الناس الان الموجودين قدام لديل وموجودين في شاطئ البحر ديل جايين يروحوا ما بعد نهايه الدوام، بدل على تركيبته السكانيه مجموعه من القبائل. صحيح انها هي بتحمل اسم ود العقلي، لكن اكيد فيها طبعا لكن يعني فيها مجموعه من القبائل الجوامع والجعلين والكواهله وبعض القبائل المختلفه من جهات السودان المختلفه تصاهرت وتداخلت. الطبيعه الديموغرافيه بتاعت ود العقلي تغيرت من ان عقليين في سكان من غير العقليين. فالتمازج ده خلق الروح بتاعت التلاغح والتلاغي بين الناس، والاسي الان الناس ممكن كل الموجودين امامنا ديل من مختلف قبائل السودان، وبالتالي حتى الزوار اللي بيجوا من هناك من مختلف القبائل. ود العقلي منطقه جميله. انا من هنا من برنامجكم ده بدعو الناس لزياره المنتجع الجميل ده. ونحن يسرنا انه كل الناس تجي تروع عندنا، وعندنا الخطه لتطويره. قعدنا مع السيد المعتمد وبرضه رسلنا اوراق للولايه بانه طوروا المنتجع ده ووسعوه
ويبقى اكبر من كده عشان يوسع الناس خدمات زيادة، يكون فيه خدمات زياده، يكون فيه مرفأ لانشاط، يكون فيه اناره، بيكون فيه مصايف زي ما على النيل موجوده في القاهره وفي موجوده في المدن الثانيه في جمهوريه مصر العربيه. نحن ان شاء الله يعني بنقول لكم انتوا عكستوا لنا الوجه الجميل المخفي على كثير من الناس في وضع العقل. ده حقيقه مكان جميل وروعه وفيه كثير من الجمال، وبالتاكيد الزياره هي مستديمه للناس اذا كانوا من ابناء المنطقه دي او من كل الناس اللي بيحبوا فعلا انهم يتمتعوا بالجمال الطبيعي ده يعني الخلاب. فكده نتكلم برضو عن جانب مهم له علاقه بالشيء الاقتصادي او بالناحيه الاقتصاديه. يعني مساله الصيد واحده من الامور برضو المهمه. اذا انتم ما شاء الله يعني انتم السكن قريب ومعاكم المزارع وبيجاي هنا كمان البحر الصيد، فكلمني عن الصيد في المنطقه، هل برضو واحده من الاشياء اللي بتغذي المنطقه اقتصاديا برضو، ولا ماخذينها الناس هوايه، ولا يمكن الناس ما فاكره الموضوع شديد يعني؟ هو كان واحده من الحرف، كان زمان في وضع العقلي كان حرفه الصيد الاسماك والزراعه، كان بيزرعوا الجروف. المنطقه دي كان معظمها تزرع بالجروف باللوبيا والخضروات الطماطم والخضروات الاخرى يعني. فتغيرت الحرفه دي لانه الناس اللي اتوارثوها كان من جدودهم، لكن لانه المنطقه اتطورت والناس اتعلمت وبقت المهنه دي ما بقت جاذبه للناس، فالناس عدد عنها بمهن اخرى وتعلمت، فبقت المهنه دي ما 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 شغلنا الناس يعني، ما بقت جزء من الحرف يعني كانت موجوده. كانت موجوده يعني عهد غريب، لكن المساله الناس بس يمكن بقت هوايه اكثر. هسه بقت هوايه عند الناس، بتجي بتخش المراكب وبتصطاد يعني. يخشوا يصطادوا ومعظمها ما شغل تجاري يعني، شغل بتاع هوايه يعني. طمنا على اوضاع الامن والامان بالنسبه للناس الساكنين جنب النيل. دائما احنا بنقول في مواسم الخريف بتكون ممكن يشكل مهدد يعني، برغم الجمال ده لما يقوم طبعا قومته صعبه جدا. كيف المساكن هنا بتوفر حمايه؟ المجهود الشعبي اللي بيقوم به ابناء المنطقه بالتاكيد، النفير اللي بيكون موجود من شباب المنطقه اللي نلقاه في السودان كله اكيد موجود في وضع العقلي. فكلمنا الاستعدادات دائما بتكون كيف قبال فتره الخريف. صحيح، في فتره الخريف طبعا لما يجي الفيضان الشباب كلهم بيدعوا واهل المنطقه بيدعوا لحمايه البيوت اللي على الشاطئ. ايوه بيجوا الجهات الرسميه بتمدهم بالتراب والشوالات وهم بيقوموا بترسوا البحر ده، زي الشباب ما بيعملوا في توتي برضه عندنا نفس الصوره دي عندنا في وضع العقد. الناس قاعده تقوم بدورها حيال اخوانهم ومواطنين ومساكنينهم في الحي. وبالنسبه للسباحه معظم اولاد الحي يعني يسبحوا بجيد السباحه، وفي المدى دي ما صعبه، ومعظمهم في عددات منهم في الدفاع المدني، هم ذاتهم في شرطه الانقاذ النهري، هم ذاتهم خبراء يعني، هم ذاتهم بينقذوا الناس. يا سلام. المدى دي نحن في دي واحده من الامور اللي لها علاقه بشهامه ابناء المنطقه بالتاكيد يعني، اللي توارثوها بالتاكيد. واتمنى ان شاء الله دائما ربنا يديم عليكم الخير، الخير بالخضره والخير بالمويه اللي هو بالنيل، والخير الموجود في ابناء هذه المنطقه يستمر ويمتد ويكون دائما لاجيال الاجيال باذن الله. شكرا لك كثير بشمهندس كمال، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم وبارك الله فيكم، ان شاء الله احنا نشوفكم في مره ثانيه ان شاء الله وفي برنامج ثاني في وضع العقل ان شاء الله، وتلقونا متلمين كده وتعكسوا الاوجه اللي ما تعكست في الزياره دي ان شاء الله، وجزاكم الله خير بارك الله فيكم. الله يديك العافيه. اذا من الجمال والخضره والنيل الجميل والرائع نتواصل بنفس الجمال وذات الجمال. دائما المناطق اللي بتكون فيها اعداد من السكان دائما بيكون بيناتهم في ترابط كبير، بنقول بانه دائما الروابط الاجتماعيه هي اساس، وبنلقى انه في كثير من الروابط الاخرى اللي بتجمعهم. برضه لما نطوف السودان بنلقى انه بعض المناطق بتحوي عدد من الحكايات الشعبيه، عدد من الاساطير اللي بتكون موجوده متوارثه، ممكن تكون فيها ايمانيات في الفتره ديك يعني، الناس كانت مقتنعه
ببعض الأقاويل أو بعض الأساطير أو بعض الحكايات، لكن في الفترة الأخيرة زي ما بقول بتبقى زي الأحاجة. فحقيقة وضع العقلية لقينا فيها الخاصية دي، لقينا فيه مجموعة من الحكايات اللي تميزت بها هذه المنطقة. أنا سعيدة أنه نتعرف على واحد من أبناء المنطقة ويحكي لنا الحكاية الغريبة دي، فأهلا مرحبا بأستاذ صديق محمد. مرحبا بك. في البداية بشكر قناة الشروق، الله يسلمك، وشرفتوني في وضع العقلية. تسلم كثير، إحنا كمان نتشرف بكم حقيقة. في البداية تفضل. عندنا جدا اسمه ابراهيم العقلي ابن السيد محمد الحيمر ابن عبد الدافع، وكان بيدرس في مسجد الشيخ ديسو دي العرباب. في اثناء فتره دراسته حصلت معركه في المنطقه، وجلق اهله ونزحوا ناحيه السنار والقضاري فني الازرق. وتزوج مره من العوام رئيسي منوه بنت فحل، وانجب منها ولد وبت، بنت تسمى عائشه المهيره، والولد اسمه مضوي ابو شيبه. فمضوي ابو شيبه ولد من الابناء الفكي احمد والفكي نور ومرسي. مرسي ده قبل ما يصل سن الزواج اكلوا تمساح في البحر، فابوه مشى ضرب البحر بالسبحه. تمساح جاء الولد ده برا وما اكل ومات في محله. واخذ عهدي على التماسيح اني اكل في زرته من الجرف الى حنوكلي غرب القلعه هنا. والآن مرسي مدفون هنا في بنية أولاد العقلي، ربنا يرحمه. صحيح ما في تمساح. اتكررت المسألة مرة ثانية. في كرل العيي في ولد بغرف لي في موية من البحر والتمساح شاله. منطقة جمعية أهلنا فيها شوية، فقاموا سخروا من أبو الولد ده، قالوا أنتم ما قلتوا التماسيح ما بتاكلكم. فجاء استدعى هنا في الفتيح خليفة أحمد الخليفة عبد العدل الخليفة عبد القاهر بكسريت. ساقوا معاه، والخليفة ده شال في يديه سبع حصايات وقرأ فوق آيات مع القرآن وجدائي في البحر. وقال لي أمش بكرة انتظر هنا. فبكرة الناس كانت في المشرع، تمساح جاء شال الولد دخل تبرى ومات قبله، فتحوا بطن التمساح له السبع حصايات. يا سبحان الله. اتكررت للمرة الثانية. ايوه يعني هي قصة الاساطير مرتبطة بالتماسيح، عشان طبعا النيل وكده. ففي طبعا شبيهات من القصص في اماكن مختلفة من السودان، يعني مشينا حقيقة لقينا برضه في بعض القصص من القبيلة. في يعني ارتباط القصص الشعبية بس بالتماسيح ولا برضه مرتبطة بقصص ثانية؟ والله القصص كثيرة. في زي شنو؟ في عندنا الجزيرة مع قارب هنا ورا ود العقلي وبتمتد كده لقريبة كالاغلى. ايوه. فالجزيرة دي حصل عليها نزاع، جزء من نهلة عقلين وجزء من نهلة من نهلة الكلاخلة ديل. ففي فترة النزاع المسألة وصلت الحكومة. أيوة. قبل ما تفصل فيها ظهرت كرامة لإبواتنا أولاد العقل. في زور رآهم في رؤية منامية طول الجزيرة دي زي الجريدة وجدوا عافي شباك بنيتهم. فقبل الحكومة ما تفصل فيها قانونيا قام السد العالي، مستوى الماء ارتفع في النيل، الجزيرة غرقت. غرقت سبحان الله. ما قاعد يظهر منها شيء. أيوة. في الحصار الشديد تظهر منها حاجه بسيطه. خلاص بقت مغموره بالمويه. تماما. ايوه. بقى حل جذري. تعرف في شنو من الحاجات اللي انتم شفتوها انها ممكن تكون حاجه غريبه بالنسبه لكم، يعني اكيد وانتم صغار طبعا بيكونوا حجوكم بحاجات كثيره يعني. والله مع كرامات ابواتنا ديل يعني. تحديدا. فزمان عندنا جدا الفكي النور كان بيغيم الليل الى ان يصلي الضحى. سبحان الله. ما في مكان واحد. بيطلع الى مناطق شرق طيب الحسنه. لما يجي راجع اي فرع بتاع شجره بيمسك في جلابيته بيحرق. لو تفل في الوطن طلعت فيه وهي حشره بتموت. يعني الناس كانوا بيحتموه في زمن الجيمان، بيحتموه كل ما يطلع الناس بترجع منه. هي عموما بنلقى انه القصص يا اما تكون قصص مرتبطه ببعض الاساطير او الخرافات اللي بتكون موجوده، يا اما تكون مرتبطه بكرامات المشايخ واعتقاد طبعا الناس المنطقه بالمشايخ، دي موجوده طبعا في السودان بشكل كبير. بتبقى في الاخر الجيل الجديد هو بياخذها كشيء من العقلانيه اكثر، وبياخذها بشيء من الايمان برب العالمين اكثر، بانه هو القادر على كل شيء، وبالتاكيد بيده انه يجعل من الانسان ممكن يكون بالحلمه دي يستطيع انه يحل مشاكل كانت تكون موجوده يعني. فوالله احنا بنحيي وضع العقلي والقصص اللي احنا سمعناها دي، وان شاء الله نتمنى الاحاجي اللي بتكون موجوده حاجه حبوبتنا زمان اللي كانت برضه من هذا القبيل تكون مستمره نحكيها لاولادنا الجايين ان شاء الله. يديك العافيه يا استاذ صديق، مشكور كثير. الله يخليك.
والقصص والحكايات والاساطير. نعود بكم للرحيق ونكمل الرحيق الجميل في وضع العقلي، خليكم معنا. رحب بكم مشاهدينا في ختام حلقتنا من رحيق الأمكنة من وضع العقلي، وباعتبارنا أنه قدمنا فقرات لقينا حقيقة في كثير من المواضيع المهمة جدا، عشان كده إحنا هنخصص بإذن الله حلقة تانية علشان نكمل هذا الجمال. لكن حلقتنا الأولى دي أو حلقتنا اللي هي دائما بنختمها بنقول مع نساء المنطقة، لعندهم أدوار كبيرة جدا في العادات ومتقاليد ومجتمعياتهم الجميلة والبن الجميلة اللي بيتميزوا به ناس وضع العقلي. فأهلا مرحبا بنساء المنطقة، أهلا بكم كلكم في رحيق الأمكنة، شرفتونا كثير ونتمنى إن شاء الله إنكم دائما كده تكونوا ملمومين بالخير يا رب العالمين. الله يخليكم. احنا موجودين في واحدة من خلينا نقول احنا بدنا نتكلم عن وضع العقلي كسياحة، دي مزرعة جنبنا بجاية النيل، فما شاء الله بختكم، احنا يعني بنقول لكم حظكم ما شاء الله. نبدأ بواحدة من أماتنا واللي هي معروفة جدا في المنطقة، واللي هي مرتبطة بالفرحة، مرتبطة بالدلوكة، والدلوكة طبعا اللي هي العرس والجمال والإبداع وكل العادات الجميلة السودانية اللي بتكون موجودة من خلال أمنا السرة. أهلا ومرحبا بك، إن شاء الله أنت كويسة. بارك فيك الله يسلمك. عرفيني بك السرة أمي حبيبتي. سرة جبار عبد القادر. كيف صحتك إن شاء الله كويسة؟ الحمد لله بخير. سرة أنت كنت واحدة من المرتبطات بالغنى في المنطقة. صح. وبتكوني في كل المناسبات الجميلة في المنطقة. كده احكي لي عن الحكاية. والله الحمد لله كنا مبسوطين ونتجمع ونعرس للبنات ونعرس للوليدات وحتى جيران. ومن ضمن الوليدات وجرتك تسوي شنو من البدايه؟ مين ما يقول لك والله فلانه ده عرس الاسبوع او الشهر الجاي او يتقدموا لها ذاتها؟ اي الليله فلانه تتقدموا لها، نحن فرحتنا بتزيد ونبقى في الخدمات ونبقى في جميع العفش ونبقى في دق الريحه ونبقى في شيل الفطور. ما شاء الله ما شاء الله. وتاني بعد ذاك كان ولدي وكان بنتي وكانوا الجيران بشيل دلوكة بغن. يا سلام. كان تمام. لكن طيب. الليله الغنى راح. لا الغنى الليله لازم الليله نختم معاكي بالغنى دي ولا شنو يا جماعه؟ صح والله ابننا كلنا كل الناس كل الناس على ابنياتنا اللي بتتذكرين. طيب انا دايره اتكلم معاك عن زمان، يعني احنا بنقول دائما انه المناطق يعني وضع العقلي الميزه فيها بانه الناس كلها ملمومه دائما مجتمعه بيعرفوا بعض بيعرفوا البيوت كلها بيت واحد. والله بيت واحد. فالمناسبات زمان اكيد ما زي مناسبات حسي اكيد انتوا هتكون ما شاء الله يعني مناسبات لسه عندكم باجتماعيات. نحن مناسبتنا لحد الان في حاله ما تغيرنا. كيف بتسوي شنو؟ ويعني ما مجتمعين بالثقافات والحضارات دي جات عندنا بعيد. اها بتسوي شنو؟ نحن ناس غرويين وناس عاديين وعرب. عادتنا ما خلينا نهاية. العادات شنو اللي انتم ماسكينها من زمان لحسي ما خليتوها؟ العادات اللي من زمان الليله بنت خطبوها بكر جابوا لي الشيله. لميت حباني ولميت جيراني وفرحنا وطربنا لحد يوم العرس. ما شاء الله. الحمد لله. يعني انتم في بهجه دائمه. في بهجه دائمه نحمد الله ومبسوطين واهل والجبله معاكم. وحتى الناس جونا واشتروا مننا وسكنوا وخطيناهم جوا. يا سلام ام عليكم. وهن هالنا ونحن هالهم. يا سلام ده كلام جميل. ان شاء الله دائما يا رب العالمين. غربه ما في وزول غريب ما في. كلنا هال. الحمد لله. وكلنا حبان وكلنا جيران. الحمد لله. ان شاء الله دائما يا خالتي. الحمد لله. ان شاء الله نتلاقى في ساعات خير. ان شاء الله. انا حقيقه من الامور الجميله دائما بلقاها في الرحيق بانه بنمشي مناطق بنلقى في مجموعة من الناس النساء المنطقة بيكون عندهم الصناديق العادية بتكون موجودة أو التجمعات النسوية، لكن بنلقى في كل مكان عنده خاصية معينة وعنده طريقة معينة. سعيدة ألاقي واحدة من سيدات المنطقة اللي عندها برضو هذا المجال مختصة هي بالمرأة في وضع العقلي. فأهلا ومرحبا بك، عرفينا بنفسك. مرحبا بكم في وضع العقلي، شرفتونا كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. سهام محمد الأمين أمينة المرأة. اهلا بك يا وضع العقلي. اهلا بك. كلمينا يلا عن ادوارك هنا في المنطقه. يلا اول دور احنا بدينا به عملنا فطور للايتام وللاسر الفقيره في المدارس. ايوه. من 750 عيشه تقريبا فيها 5 ولا 6 مدارس. يلا المشاركات الثانيه، اي واحده مثلا انبوبتها بتقطع
بنتجمع يعني جزاهم الله في خير رجال الحي بيجمعوا بيملوا لنا انبوبه اي اسر فقيره بنساعدها اذا حصلت وفاه يعني اذا لحد الرجال ما يجوا نحن بنكون جهزنا اي شيء الحمد لله. أي الحمد لله رب العالمين الادوار القايمه بها أيوة. عندنا صناديق خيريه وعندنا صناديق بتاعه مساعده والحمد لله رب العالمين امورنا ماشيه الحمد لله أيوة. الحمد لله ربنا يديم التوافق ده ان شاء الله اللهم امين امين ايوه المساعده تكون دائما بيناتكم كده يا رب عندنا صناديق كثيره يعني عندكم صناديق مختلفه يعني عندنا مثلا عندنا صندوق احنا هسه حاليا خاتينه اذا في اي زول حصلت له ظرف من غير هو ما يعرف احنا بنمشي بنقوم له بالواجبيه ادينا له في يده يجيب لنا الحاجه اللي هو محتاج لها ايوه دي حاجاتنا ماشيين يعني الصناديق يعني. ممكن تكون صناديق مثلا عينيه وتكون او ماليه او كده ايوه ماليه عندنا أي صندوق كده خاتينه اي حاجه اي يعني ترمي 5 10 15 قدر الحاجه اللي انت بتقدري عليها ما في مشكله يلا بعدك اذا حصلت اي زول ظرف نشيله ونسلم له اذا دار حاجه مثلا مواد تموينيه كده بنجيب له واذا دار حاجه مثلا علاجات ولا هنا بنديها له والحمد لله في اسر كثير احنا عالجناهم وعندنا دكتور جزاه الله في خير يعني متبرع برضه لناس الفطور ديل بيعالجهم يعني هي المراه اذا كانت مراه واطفالها عندنا كروت كده بنسلمه للناس الخاصين اللي شغالين معنا الفطور بنشيل الكري بتاعه وبتمشي العلاج مجان والدواء مجان والفحص مجان جميل والله ما شاء الله شوف الدقدة كيف جميل والبن المرتبط بوضع العقلي يمكن مختلف من كل المناطق الثانيه فعندهم تجمعات خاصه بالجبنه قهوه دي وقلية القهوه هي ماشي معاها ودق الفلاجين كشكش الفلاجين زي ما بيقولوا صح؟ انا حابه اتكلم عن الموضوع ده مع واحده من الاخوات اهلا ومرحبا بك مرحبا تعرف عليك اهلا سميه نور محمد احمد اهلا بك يا سميه مرحبا الله يسلمك شرفتونا كثير والله في وضع العقلي ونشكر قناه الشروق واختنا ايمان الله يخليك عندنا قاعده القهوه دي دائما احنا بنعملها مثلا واحده وضعت بنقوم نشيل البن والسكر بكميات كبيره بحيث انه يغطوا لها الايام الجايه الضيوف اللي بيجوها وكده نشرب معاها القهوه او اذا في واحده سكنت جديد معانا في الحي برضه نفس الشيء بنشيل سكرنا وبننا وبنمشي ونشوف نحن اثناء ما قاعدين معاها بنشوف الحاجه الناقصه عندها شنو فبالراحه بنقوم نجمع قروش وكده بنشتري لها الحاجه اللي هي عايزاها جميل. فهي قاعده بن ظريفه وونسه حلوه وجميله وبعد ذاك فيها اجتماعيات وفيها تكافل ايوه جميل يعني انتم بتحاولوا تواصلوا الحاجات الاجتماعيه دي بالقعده الجميله حق أيوة الجبنه دي القهوه والله أيوة. كويس ده كلام جميل ان شاء الله ربنا يديمها ربنا ان شاء الله يا رب قبل شويه خدت السره قالت كلام حلو بانه بيجينا من برا بندخله كده جوانا وبيعيش جوانا بيقعد معانا خلاص انا سعيده واحده من البنات الشابات هي جات سكنت جديد في المنطقه وهي ما من ناس وضع العقلي لكن فتفضلي اهلا ومرحبا بك بسم الله الرحمن الرحيم اسلام عبد الحميد برحب بقناه الشروق برنامج رحيق الامكنه يلا انا سكنت في وضع العقلي دي يمكن العقليين يعني ما على شهادتهم هم لكن يعني حاجه دي انا يعني التمستها 4 سنة هم ما حسسوني انه انا غريبه في ما بيناتهم فيعني لمده 4 سنة يعني انا اعتبرتهم هم زي اهلي يعني جاوروني وما قصروا مني في حاجه ودي حاجه يعني انا بقولها على شهاده المنطقه ما على انه مثلا على مستوى انسان واحد أيوة يعني على مستوى يعني العقليين كلهم يعني حسيت ده لاهلك ما حسيت حسيتها يعني انا اصلا كنت ساكنه بدرمان أيوة لكن يعني لما سكنت جنب العقليين يعني انا يعني بقيت يعني جزء منهم جميل والله يعني ما بقول انا مثلا ديل ما اهلي لكن يعني هم حسسوني انه هم ناس اهلي وما حسيت يعني بغربه فيما بيناتهم الحمد يعني الله. في الفتره اللي انا يعني استغريت فيها في هذه المنطقه جميل. هم ناس طيبين يعني وناس يعني بيتقبلوا زول بحفاوه وبيعني طيبه قلب ويعني دي حاجه يعني يمكن من الحاجات يعني انا ذكرتكم درمان لما والله درمان لما الناس درمان يعني لكن يعني بجد العقلين فيهم حاجه لكن طبعا نكهة خاصة نكهة خاصة بالنسبة لي شكرا لك ونتمنى لك إن شاء الله دائما تكوني بين أهلك وناسك يعني في العقليين وتكوني سعيدة ومرتاحة زي ما أنت قلتي وحقيقة يمكن كان نفسي أنه أعمل لغة مع كل الناس الموجودين يعني كلكم أهل وأخوات وخالات أحباء علينا نتمنى إن شاء الله ربنا يسعدكم دائما كونوا ملمومين في الخير وفي السمح يا رب العالمين دائما شكرا لكم لاستقبالكم الجميل لنا ده وختام الجميل اللي بيطلب الناس وبيطلبنا يا حاج السر لازم نقوم نختم معاكي بوحده من عن السير خلاص نذكرك وتذكرينا يلا انا قطع لكم طريق كويس يلا ما كبرنا عجزنا لا ما شاء الله عليك شباب يلا ها هيساعدوك الشباب يلا
عرضان يا يوم السيرة للعرضان، عرضان يا يوم السيرة للعرضان، عرضان العرضان ده زول براي يا يوم السيرة للعرضان، وده سميت عليه جناي يا يوم السيرة للعرضان، ده سميت عليه جناي يوم السيرة للعرضان، وده كملت يا يوم السيرة للعرضان، عرضان يا يوم السيرة للعرضان، يا رجل بالليل يا يوم السيرة للعرضان، وجابت لي صباح الخير يا يوم السيرة عرضان، وجابت لي صبا الخرشيل يا يما سيرة للعرضان، ولا عتالة جول الشيل يا يما سيرة العرضان، يا يما سيرة للعرضان، الناس يا يما سيرة للعرضان، وما تمولوا بك الراس يا يما عرضان، وما تمولوا بك الراس يا يما سيرة للعرضان، وخير ابوك وفي كف خلاص يا يما سيرة للعرضان، عرضان يا سيرة للعرضان، عرضان يا مدول يا يما سيرة للعرضان، وما تمولوا بحق ذولي للعرضان، وما تمولوا بحق ذول يا يما سيرة للعرضان، وفي الحلال طابح تور يا يما سيرة للعرضان، كفاكم يا يما سيرة للعرضان، اخويا براي يا يما سيرة للعرضان، وما سمد عليه جناي يا يما سيرة للعرضان، وما سمد عليه يا يما سيرة للعرضان، وفتح البنك جيب يا يما سيرة للعرضان، عرضان يا سلام عليكم، يا سلام عليكم. ما قصرت يا حاج ياسر، الله يديك الصحة والعافية. الله يبارك. بهجة ود العقلي أخيرا نختم بها حلقتنا الأولى من رحيق الأمكنة، شكرا لك وشكرا لكم جميعا، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الثانية، نقدم لكم فقرات جميلة برضو من ود العقلي بإذن الله تعالى. نشوفكم على ألف خير ودعناكم الله. الله يبارك. الله يخليك، تسلم لك، شكرا لكم يا رب. تسلم إن شاء الله. إن شاء الله المرة الجاية تجي تقول لقطناكم حال. الله يخليك.